محاضرة الأولى أدلة الإثبات هي كل المعلومات التي يستطيع المراجع الحصول عليها والتي تمكنه في إبداء رأيه في القوائم المالية. وتتميز أدلة الإثبات بمجموعة من الخصائص مثل 1 كفاية أدلة الإثبات، وهناك مجموعة من العوامل المؤثرة على تحديد كمية هذه الأدلة مثل الأهمية النسبية وخطر المراجعة، العوامل الاقتصادية، طبيعة النظام المحاسبي، فعالية الرقابة الداخلية. هناك مجموعة من العوامل تحدد درجة الاعتماد على أدلة الإثبات، وهي استقلال مصدر الدليل، فعالية الرقابة الداخلية، موضوعية الدليل، وكذلك ملائمة الدليل لنوع البند أو الحساب الذي يقوم المراجع بمراجعته. ويمكن تصنيف أدلة الإثبات إلى أدلة إثبات من داخل المنشأة أو من خارج المنشأة، أو أدلة إثبات يعدها المراجع بنفسه. وطبقا لمعايير المراجعة، فإن هناك مجموعة من الإجراءات يتعين على المراجع من خلالها الحصول على أدلة الإثبات، مثل فحص المادي الأصول الملموسة، المصادقات، الفحص المستندي، ملاحظات، استفسارات مع العميل، إعادة تقييم إجراءات العميل، والإجراءات التحليلية. الأصول الملموسة هو التحقق من الوجود الفعلي، ويجب أن نلاحظ أن التحقق من الوجود ليس دليل على الملكية، فإيجار آلات معناه أن المنشأة لا تمتلك هذه الآلات، أو وجود بضاعة أمانة لدى الغير بمخازن الشركة. المصادقات يعتبر أحد أساليب أدلة الإثبات، وهناك نوعين من المصادقات، مصادقات إيجابية ومصادقات سلبية، ويتمثل الفرق بينهما في أن المصادقة السلبية يتم الرد على المراجع في حالة اختلاف الرصيد فقط. اختبار اكتمال المعاملات بيكون من خلال المستند إلى اليومية، حيث يتحقق المراجع إن جميع المستندات قد تم تسجيلها. استخدم المراجع أسلوب الملاحظة والتتبع كأحد الأساليب، من خلال تتبع الإجراءات الوظيفية لدى العميل. كما يقوم المراجع بعمل مجموعة من الاستفسارات مع العميل، وهي تتمثل في مجموعة من الأسئلة الموجهة من المراجع إلى موظف العميل للحصول على أدلة الإثبات. ويعتمد المراجع أيضا على أسلوب الإجراءات التحليلية، والذي من أساليبه الفرعية أساليب المقارنات، تحليل المؤشرات، تحليل الاتجاه، تحليل الانحرافات. طبقا لمعايير المراجعة، فإن مسؤولية إعداد القوائم المالية تقع على عاتق الإدارة، أما مسؤولية المراجعة فهي التعبير بالرأي عن مدى صدق وعدالة هذه القوائم. تقوم الإدارة بتقديم مجموعة من التأكيدات مثل الوجود، الاكتمال، الدقة الحسابية، التوجيه المحاسبي، سلامة العرض والتوثيق. المحاضرة الثانية تتمثل هذه المحاضرة في كيفية مراجعة دورة الإيرادات والمحصلات، وبصورة أخرى كيفية تحقيق أهداف المراجعة. ثالث، أهداف مراجعة المعاملات. الأهداف التالية: هدف الوجود، هدف الاكتمال، هدف الدقة الحسابية للمعاملات، هدف التوجيه المحاسبي السليم، هدف التوقيت السليم، هدف الترحيل والتلخيص للمعاملات. هدف الوجود، يتحقق المراجع المجموعة بالاختبارات من الوجود الفعلي لبعض الأصدقاء مثل النقدية والمخزون. أما بالنسبة لهدف الاكتمال، فيتحقق المراجع من تسجيل واكتمال تسجيل كافة المعاملات. أما الدقة الحسابية، فيراجع المعاملات بين الحسابية من جمع وطرح إلى آخره. أما هدف التحقق من صحة التوجيه المحاسبي،
وهو التحقق من صحة تبويب أرصدة الأحداث. على سبيل المثال، تبويب مخزون السلع إلى إنتاج تام وإنتاج تام وخدم. خلال الفترات الزمنية، هدف مطابقة الحسابات الفرعية والحقوق والالتزامات وكيفية العرض والإفصاح، وكذلك هدف القيمة الممكن تحقيقها أو القيمة القابلة للتحقق. يقوم المراجع بدراسة الدورة المستندية والسجلات الخاصة المتعلقة بدورة الإيرادات والمتحصلات، مثل المستندات والمعاملات الخاصة بالمبيعات ومصروف المبيعات والديون المعدومة وأرصدة حسابات العملاء إلى آخره. يقوم المراجع بالتعرف على الضوابط الرقابية المطبقة لدى العميل قبل تحقيق أهداف المراجعة. يقوم المراجع بالاختبار لدفتر رمية المتحصلات مع المستند هو فاتورة البيع، فقد تتواجد فاتورة مبيعات لم تسجل، وفي هذه الحالة لابد من إثباتها. مثال ذلك، إذا كان هناك مبلغ 9000 جنيه لم يتم تسجيلهم كمبيعات نقدية، ففي هذه الحالة لابد أن تسجل حساب النقدية إلى حساب مينها المبيعات، وكذلك يراجع الاكتمال لهذه المعاملات. يقوم مراقب الحسابات باختبار الضوابط الرقمية على معاملات المتحصلات، مثل مراجعة التسلسل الرقمي لصلاة التأخير، ومقارنة بين النقدية المتحصلة مع كيفية أداءها في البنوك، ومقارنة بين إجراءات مراجعة أرصدة حسابات العملاء. تتمثل في كيفية اختبار الضوابط الرقابية على هذه الأرصدة مع تطبيق الاختبارات الأساسية على الأرصدة. المحاضرة الثالثة، يقوم المراجع بدراسة نظام الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر حتى يستطيع إتمام إجراءات المراجعة على معاملات الاستحواذ. مثال عن هدف الاكتمال، عندما يقوم المراجع بالفحص المستند لبروفيل الشراء الخاصة بمضمون السلع ومقارنتها مع أهمية المشتريات، يتوصل إلى أن هناك مشتريات آجلة بمبلغ 225,000 جنيه تم توريدها للشركة ولم تثبت في التفاتي. في هذه الحالة لابد أن يعدل في القيد المحاسبي، وكذلك التعديل في قائمة الدخل والمركز المالي. بالنسبة لهدف الترحيل والتلخيص، يجب أن يتحقق المراجع في دورة الاستحواذ إن مجاميع اليوميات تتبع ترحيلها للحسابات الخاصة بها في دفتر الأستاذ العام. إجراءات مراجعة المدفوعات النقدية، ففي البداية يجب على المراجع اختبار الضوابط الرقابية من خلال ملاحظة التتبع وتقييم عمليات الفصل الواضح بين المسؤوليات الوظيفية، وكذلك فحص مذكرة تسوية البنك بالنسبة للمدفوعات وملاحظة كيفية إعدادها، والإجراءات الخاصة بالعميل لابد من اختبارها.
وبالنسبة للاختبارات الأساسية المتعلقة بأرصدة حسابات المدنيين تتمثل في تحقيق الأهداف الأساسية لمراجعة الأرصدة والمتمثلة في هدف الوجود والاكتمال والدقة الحسابية والتبويب المحاسبي واستغلال الفترات المالية أو الزمنية والمطابقة بين الحسابات الفرعية والإجمالية والتحقق من الالتزامات وهدف العرض والإفصاح. أما بالنسبة لإجراءات مراجعة المخزون في المنشآت التجارية فتتمثل في إجراء أولي أو أول إجراء لابد من اختبار الضوابط الرقابية على المخزون وتتبع مستندات شحن البضاعة للعملاء مقارنتها من حيث الكميات والأسعار مع إيرادات المبيعات. المراجع من خلال الاختبارات الأساسية على المخزون الأهداف الآتية: هدف الوجود بمعنى أن يتحقق من عدم وجود بضاعة أمانة لدى الغير في مخازن الشركة. هدف الاكتمال التحقق من صحة العمليات. هدف الدقة الحسابية مراجعة المعاملات الحسابية للمخزون. هدف التقييم التحقق من صحة تقييم المخزون السلعي وأن القيمة البائعية إذا كانت أقل من التكلفة يتم تكوين مخصص هبوط أسعار مخزون بالفرق بينهما. وكذلك هدف التحقق من ملكية المخزون وأنه لا تتواجد بضاعة أمانة للغير في مخازن الشركة، وكذلك التحقق من سلامة العرض والإفصاح وتبويب المخزون في الميزانية. المحاضرة الرابعة: مراجعة الأصول الثابتة، وتتعلق الإجراءات بمراجعة الأصول الثابتة بكيفية اختبار الضوابط الرقابية ثم الاختبارات الأساسية والمتمثلة في أهداف المراجعة من الوجود والاكتمال والدقة الحسابية والتوجيه المحاسبي إلى آخره. كذلك عند مراجعة دائرة الأجور أو المرتبات لابد أن يكون هناك إجراء من المراجع لكيفية اختبار الضوابط الرقابية على الأجور وتحقيق أهداف المراجعة والمتمثلة في الوجود والاكتمال والدقة الحسابية والتوجيه المحاسبي والتوقيت والترحيل والتلخيص. أما بالنسبة لمراجعة الأرصدة النقدية فيقوم المراجع بالاختبارات الأساسية للتحقق من الوجود وأنه لا توجد تحويلات بين البنوك في آخر السنة المالية وأول السنة المالية القادمة. كذلك يقوم المراجع من حيث هدف الاكتمال وتتبع المتحصلات النقدية من العملاء وعدم إثبات متحصلات عميل في حساب عميل آخر إلى حين ورود شيك من عميل ثاني. كذلك التحقق من الدقة الحسابية ومن الملكية والتقييم وسلامة العرض والإفصاح. المحاضرة الخامسة: يمثل تقرير مراقب الحسابات الخطوة النهائية في عملية المراجعة والذي يعبر فيه المراجع عن رأيه عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية. وهناك عدة أنواع من التقرير مثل التقرير النمطي للمراجعة، وهناك مجموعة من الشروط كما وردت في المعايير المراجعة المصرية. وتتمثل مشتملات التقرير النمطي في عنوان التقرير والموجه ليوم التقرير والفقرة الافتتاحية. وكذلك فقرة إبداء الرأي والذي يعبر فيه المراجع عن القوائم المالية مجتمعة ومدى التزامها بمعايير المحاسبة المصرية عند إعداد تلك القوائم.
هناك مجموعة من الظروف التي قد ينتج عنها رأي آخر بخلاف غير المتحقق، مثل القيد على نطاق عملية المراجعة. ففي هذه الحالة، على سبيل المثال، إذا امتنعت الشركة عن أن يقوم المراجع بإجراء جرد لكل أنواع المخزون، فإن على المراجع التحفظ في التقرير. على سبيل المثال، يتحفظ المراجع إذا كان الجرد الفعلي للمخزون بأي نوع من أنواعه لم يحضر المراجع أو مندوب عنه، وكذلك إذا كان هناك خلاف مع الإدارة.